احنا وجدنا انه في عندنا مشكله بتواجهنا اللي هي تنظيف الشوارع. كان في واجهنا مشكله كبيره فيها من خلال عملنا في الميداني. فوجدنا الماكينه هذه، ماكينه كنس الشوارع، بتسهل على العامل وبترفع تسهل على العامل اليه العمل، وبترفع كمان من جودة العمل اللي موجود. طبعا احنا حصلنا قدمنا الفكرة لحاضنة وكاس وتم احتضانها بالكامل، وهي الان في طور النموذج انتاج النموذج الاولي البروتوتايب، طبعا وهنعدل عليه وهنوصل ان شاء الله في درجة متقدمة في انتاج وانتاجيته خلال الايام الجاية ان شاء الله. احنا هذا النموذج اللي احنا قاعدين شغالين عليه اللي هو النموذج الاولي وتحت التعديل، وما زال يعني تحت التعديل. الماكينة هي مختصة انه بتساعد العامل في تنظيف الشوارع كويس، بترفع جودة العامل من 10 أضعاف جودة العامل الواحد. طبعا احنا كانت في عندنا المشكلة الرئيسية من انتاج هذه الماكينة انه المكاين الكبيرة المخصصة لكنس الشوارع تكلفتها التشغيلية تقريبا تصل ل $5,000 شهريا، وطبعا وهذه صعبة جدا في قدرة أي شخص، خاصة احنا في ظل الحصار والاقتصاد الوضع الاقتصادي المتردد في قطاع غزة. فكان الخيار انه احنا ننتج ماكينة بتساعد ترفع في جودة عمل العامل.